انت ما كتسمعوش هذا تعكت فاطمه ساره درويشه قدام معايا فاطمه ساره درويشه من اطيب خلق الله معروفه عليها بالنزاهه في الخدمه ديالتها معروفه عليها بالشبابيه خويا ما عرفتش نكذبش عليك ما نقولش لك شي حاجه اللي غنكذب عليك فيها سمعتي انا تفاجات انا دابا بالخبر بان فاطمه ساره تقتلات في الباب ديال 20 غشت ما عرفتش شنو السبب فهمتي ما عرفتش شنو السبب المهم اللي كنعرف انها هي فاطمه ساره مزيانه من اطيب خلق الله من احسن الصديقات درويشة وظريفة والله عمرها سلعة الله يعمرها سلعة حاجتها ماشي ديالها بالنسبة لله هي عروسة ومشات عروسة مشات عروسة مشات عروسة مشات عروسة مشات باقا صغيرة صغبوها في شبابها مسكينة خويا ما بقيتش قادة نهضر لأن هذا الخبر أنا ما صدقتوش أنا خويا خدامة معاها اللي كنتعامل معاها بالتليفون واش فهمتيني آخر مرة شفتها تقريبا دابا شي تخواج وغبا شفتها أنا حيت كنخدم بالليل وهي كتخدم بالنهار سمعتي هذا انا ملي كنخرج انا كتدخل ليا ولكن من احسن الصديقات ومزيانه ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي فهمتي المهم هي وحده من البيرسونيل وصافي فهمتي انسانه طيبه من اطيب خلق الله من اطيب خلق الله هذا الشيء اللي غنقول لك لا